وافقت وزارة الإسكان على الإعفاء بنسبة 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان. وذكرت وزارة الإسكان أن هذه التيسيرات تسري في الحالات الساري تخصيصها والحالات التي صدرت لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير.